الله الله، كم كم مين سيدي؟ شنو قال؟ وكم من سيد ابراهيم الدسوقي؟ هو سيد ابراهيم شطحه من شطحات ال ولا الصوفيه. قولها هذه شطحه من شطحات الكبرى. وابو منصور الحلبي بيقول لي برضه بيقول ترد بس. ابو منصور الحلبي بيقول ايه؟ تمام. انا انت سبحانك سبحاني الحلول والاتحاد. والاتحاد مبدا الحلول والاتحاد ان الله سبحانه وتعالى يحل من اجزاء زي الفطيره اللي بيحل بها دم عيسى ويفتح المسيحيين. يا سيدي والعطاش الكلام على فهمي كلام الكافي عند كل قوم قالوهم. وليه الحزلقه في الكلام والكلام اللي يودي لغه غير لغتنا؟ يعني لغات ليه؟ مش القرآن مش لغة عربية يعني؟ يعني ما تكفروش. أنا ما كفرتش حد. أنا بقول لك هذا الكلام إيمان ولا كفر؟ أنا ما قلتش الحلال كافر ولا فلان كافر. حسب نيته. الكلام ده حسب نيته. نيته إيه بقى؟ هتكون إيه؟ شيخ والله. لما يقول ما أعرف الجبة إلا الله. كلامك أنت. كلامك أنت. أنا فهمت حاجة ثانية. علوم الله اللي عندك. علوم الله يعني ايه؟ هل الشيخ وضح لك على مش ان الله رؤوف رحيم؟ اختلاف امتي رحمه وصلى الله على سيدنا محمد. سيفترق امتي الى 72 فرقه. بس حوارك حلو سيدي شرقاوي، ربنا يكرمنا. لان انت مبتسم ما شاء الله عليك. ربنا يكرمنا واياك. شكرا سيدي. وتحترم العلماء ما شاء الله عليك طبعا. وانت عالم. انا ما لازم يبقى شيء والله عليك. وعايز خلاف الدكتور.